ساعدوني حسين ما ابسطكم. يلا شنو هالورقه؟ هاي مال الباك. لولي على البنيد وحده، تعال حيدر هاك هاي روح كنسها. ابو بنتي قبل شويه طلعتها من هنا. اوه ليش؟ لازم لنا نطبها. ايش يا مكتوب هنا ومكتوبات الاشارات. كان تخلص الماكينة تعبنا. تعال جيب لولي رجع. جريها عليش، جري عليش هنا. هالشكل حتى نروح نغسل السيارة. هاي الصغار اللي ورا وهاي الأمامية خليها هنا. أنا أريده. هنا
نظفت الكوشنات. اكو بي عندي سبراي خاص تنظيف الكوشنات وتنظيف الجلد، فهذا هو من القماش وهذا من الجلد، كله نظفته ومسحته. ونظفنا احنا نقول عليه هذا الدشبول او التاخو، هو نفس الشيء. اين ايرو؟ هاي اين زنت؟ يلا حيدوري دا يقول لك خذها وروح للبيت. خلصنا رايحين للبيت. فبما انه اني ناسيه ما جايبه جبن، فعندي قالب من جبن، فراح نضطر نقعد نبرش بالجبن. مو مشكله تحملوني. راح نبرش الجبن على ناعم كلش ما يفيد ولا حتى هذا تقريبا. خلينا نشوف هذا. اوكي راح نبرش الجبن على مود يعني احضره كله، لان انا اليوم حابه اسوي اكثر من نوع من البيتزا. المفروض اشتري جبن هو يكون بالاسواق هذا شكله يكون جاهز ومبروش، بس هذا نفس الشيء بما انه هو القالب موجود فماكو اي مشكله. راح نبرش على قد اللي نحتاجه وبعدين نبلش نحضر البيتزا. هي بيتزا مال التونفش كلش احبها وما تتخيلون ايش قد انا مشتهيتها اليوم. مو مشكله، فدورت بين المعلبات عندي هنا بهاي الكاونتر هواي معلبات، دورت لقيت كله موجودة عندي، البازاليا والفاصوليا ومال الزيتون وما اعرف شنو، الا التنفش ما هو. مو مشكلة، فاليوم ما راح نسوي، راح اسوي اشياء ثانية ونختصر الوقت. طبعا البيتزا تفيدكم انه مو بس بنفس اليوم تسووها، تقدرون اذا عندكم جهال بالمدرسة تحتاجون هواي تسووا لهم فسووا هواية وجمدوها، وبس بالميكروفيلا مثلا تريدون تطلعوها على مود ياخذوها الاطفال حارة، او مثلا وقت انتو تريدون مثلا تستخدموها للعشاء تستوي كلش هواية يعني وقت طويل انه بالفرن، خلوها يعني شوي خلينا نقول نص تستوي وبعدين جمدوها، حتى من تريدون تدخلوها للفرن مرة ثانية تنطوها مجال انه تتحمر يعني تتقرمش من جديد. نحتاجهم الصوصة الجاهزة، هي هاي الصوصة طبعا هي جاهزة مال البيتزا تجي ويا العجين. طبعا عندي هنا علبة صغيرة من المعجون راح استخدم واحدة بس، وعندي هاي هي اصلا صوصة جاهزة مال البيتزا تجي كاملة. اذا ما عندكم اياها او متوفرة تقدرون تخلون الكاتشب اللي تستخدموه على البومس مال الاطفال، بس قبل ما طير الصبعي لانه طيرته بالمبراشة بس ما ارد اكمل عليه. مثل ما قلت لكم اذا ما متوفر عندكم يعني الصوصات الجاهزه مال البيتزا تقدرون تجيبون المعجون وتخلون عليه بهارات خاصه بالبيتزا، اعشاب يعني تجي هي موجوده عند اي عطار موجود قريب عليكم او بالماركت مكتوب عليها اصلا بيتزا، فتقدرون تخلوها فوقها وتخلون شويه من الزيت وخلاص، هذا كلش كفايه. انا راح استخدم معجون على مود تكون كلش شويه يعني حمراء، وبنفس الوقت راح اخلي لها هسه شويه من زيت الزيتون هم تنطيها نكهه طيبه، وراح اخلي عليها بهارات مال البيتزا يعني اكثر من 7 أو 9 أعشاب يكون خاص بالبهارات اللي مال الدجاج وما الدجاج. اذا ما متوفر عندكم بهارات البيتزا تقدرون تستخدمون من هذه الاعشاب، بس تطحنوها شويه زياده حتى ما تبين وتخلطوها ويا المعجون وشويه زيت زيتون وخلص، ما راح تحتاجون اكثر من هذا. فانا اليوم راح اخذ شويه من صحاح مبينات على مود تنطي نكهه بالبيتزا، شيء جدا بسيط يعني ايش قد ما تتخيلون شيء كلش بسيط، لانه هاي الاعشاب ريحتها كلش قويه ومركزه. هاي بس خلطتها شوفوا صارت هالشكل ويا زيت الزيتون، راح اخلي عليها هسه شويه شيء بسيط كلش من المي، ما اريد هواي اخلي لها، شيء كلش بسيط مقدار من المي حتى ما تصير خفيفه على العجينه، يعني هذا المقدار كله خليت له تقريبا ملعقه اكل مي بس على مود المعجون عندي صار شويه اخف. ثانيه عندي هنا بس ابعد الجبن من الحراره، راح ندق اللحم بهاي الطريقه ونخليه على الشوايه. هنا انا عندي البيتزا مثل ما تشوفون راح اخلي عليها الصوص مالتها بين ما اللحم عندي يستوي حتى نقدر نوزعه. هاي
صراحه مثل ما تشوفون صار هالشكل. مثل ما قلت لكم طبعا ما اريد اني كل شيء ينشف. بعدين البيتزا مالتنا تصير مو طيبه بهذه الطريقه، شوفوها. فقط لحم وبصل، وراح اخلي شيء كلش بسيط من الجبن. هسه راح نلف البيتزا على بعضيها بس اتاكد منها. شوفوها هاي الطريقة، بس اشيل راح اضيف زيت الزيتون بهاي الطريقة. هاي كلش طيبة تصير للفطور. زيت الزيتون راح نخلي عليها شوية من الجبن مبروش، مو هواية، شوية شي بسيط لانه راح نقطعها بالاخير. شوفوها خالين احنا عليها الجبن، بعدين نطبقها على هذا الجزء. شيلوها من الطريقتين، شوية هي مزعجة بس تحملوا لان الطريقة مالتها هي سهلة هالشكل. شوفوها وبعدين تكون بداخلها الجبن الحشوة مالتها، بعدين بس اعقفوها بهاي الطريقة هالشكل. هاي بس هاي الطريقة، بس تلويها وخلص. بس بالبيض على الوجه مالتها. هنسوي هسه البيتزا مال السجق، اللي هو يكون سجق بارد مو حار، لانه تعرفون الاطفال ما يحبون اللحوم الحارة. فهنا أنا عندي هذا البلاط راح نفتحه ونحضر عليه السجق اللي تريدون. بس هي اطيب شي تكون سجق وطماطم والصوص. هسه حشوفكم اياها. هاي عندي جاهزه الصوص الاحمر مره ثانيه بهاي الطريقه. طبعا اطيب شيء هي التونفش، تونفش وجبن وشغلات. اليوم احنا قلبيها على البيتزا. مزعج هذا الجبن اللي احنا برشناه، مو مثل اللي يجي اصلا مبروش، تحسوه بارد ومفرط. هذا ملتصق على بعض، مو مشكلة. طبعا هذا بارد مو حار، يعني اكو بيه نوعين، اكو مال بقر واكو مال دجاج، ويكون اكو بيه متبل واكو بدون توابل. فكل واحد على حسب شنو يريد. البيتزا كلش طيبة وسهلة ولذيذة. فهسا اقطع الدجاج عندي هنا صغار، بس اقطعه مكعبات ناعمة. اللي هي تكون اصلا ملح واعشاب مال الدجاج بهاي الطريقة، حتى بس يختلطون مع بعض. يعني انا ما اريده يستوي، راح يستوي هو بالفرن ويا البيتزا. طبعا تقطيع المشروم على حسب الرغبة، انتو شوفوا شلون تحبون قطعوه. النار كلش عالية، ابدا ما تنطون النار حتى ما يصير فيه مية هواية. خلوا عليها ملح وظلوا. هسه عندي هاي العجينة اللي هي الثالثة، اللي مثل ما قلت لكم بالدجاج. اذا تريدون قطعوها مثلا سووها على شكل دوائر، يعني اذا تحبون، واذا ما تريدون خلوها هي مستطيلة تجي اسهل. هي مقطعة نفسها. طبعا انا ما اريد احرم العجين واسوي على شكل دائرة، خليه هو هيجي رولة. اكو طبعا يبيعون من عنده دوائر، واكو يبيعون مستطيل، يعني رطبة مو ناشفة. بس اشوف الفرن،
الجبن. هاي قاعدة دائما، حطوا الصوص حطوا الجبن وبعدين حطوا الحشوة اللي انتو تحبوها. شنو انتو تحبون يعني تفننوا شنو يعجبكم، ان شاء الله تحطون اناناس بيتزا بالاناناس مثلا يعني على سبيل المثال هالشكل، بس لا تحطون جبن هو يا جماعة الدايت، لانه راح يصير بعدين بينا حالة نفسية، واني دا امر بحالة نفسية اريد اسجل بفتنس. هذا نوزع الدجاج بهالشكل طبعا ما استخدمت هواي لانه الاطفال مو كلش هواي يحبوا يكون كلش قليل. راح نوزعه هالشكل. هنا راح نخلي الفلفل ونضيف الزيتون ونرجع مرة ثانية نضيف هواي جبن على مود الدجاج ما ينشف بهذه الطريقة. انا عندي زيتون كامل هو والنواة مالته يجي اطيب بالشوي حتى تكون كلش دسمة حتى ابد ما نسمن. هذه البيتزا لا تخلوها وهي حارة، خلوها شوية بس تبرد، شوية تبرد وبعدين خلو الخضروات اللي تريدوها، لانه راح ادخلتوها وهي حارة راح تذبل وصل لونها كلش مو حلو، عباك اخضر وذبلان على اصفر. طبعا هاي تكبر يعني عادي خلي لها مي وتكبر. اوبس. وهاي راح نسوي بيها هسه غير بيتزا. شوفوا شلونها شلون عجينة. وصارت جاهزة البيتزا مالتنا مال الدجاج. هذا هو منظرها، شوفوها زيتون وفلفل ودجاج وفطر وجبن. شوفوا منظرها كلش حلو. طبعا هاي تفيد للسفرات اذا تروحون مكان مثلا وياكم عوائل او اطفال، واحد يعني بسرعة تحضروها، خلوا واحدة ورا الثانية بالفرن وبعدين بس تبرد علبوها وخذوها وياكم، ريحتها طيبة وسهلة التحضير. بس تبرد وبعدين اقدر اخليها بالاكياس التجميد واجمدها، لانه ما يصير تجمدوها وهي حاره، فخلوها بالصينيه او اذا تدون باي اطباق عندكم حتى بس تبرد وبعدين تقدرون تجمدوها. فها صارت عندي ام السوسج، طبعا هذا كلش حبها. وهنا عندي السلامي اللي قلت لكم عليه، سلامي بارد مو كلش حار حتى الاطفال يقدرون يعني ياكلوها. وهنا هاي اللي بيها لحم اللي شويناه بالشواية، وهاي اللي بصدر الدجاج. طبعا هاي همبوردس هسه اقدر اخليها يعني بالاكياس واجمدها. هاي رولات الجبن وزعتر، هذا خليت عليه البيض وفطر وجبن.
الروح من مرة تاخذ البومبوم بعدين مدت ايدي بالزبالة كلت البومبوم عند رشيته وعم وعم تراست بكتيريا يعني من الزبالة بلع المي شنو بدي اضحك؟ دائما خلوا الفروة مال راسكم بالليل مرتاحة، خلوا اي زيت تقدرون تخلوا. مثلا عندكم كلش هواية مشكلة بتساقط الشعر وتحسون الزغب مثلا كلش ضعيفة ومدى تطول، حاولوا تغذون جسمكم هم من برا، يعني مو بس انه من جوا، ما عليكم بالكفشة، حاولوا تغذون جسمكم كله من داخل ومن برا. من برا سهل الاستخدام ماسكات شعر وزنجبيل رقم واحد. تريدون تستخدمون مثلا زيت القهوة، جيبوا القهوة مطحونة كلش طحين طحين صايرة، يعني مو خشنة للمقشر وهالشي، لا تسوها كلش ناعمة مثل الطحين، وبعدين خلوها فد علبة عندكم وخلوا بيها مثلا زيت مثلا زيت جوز، زيت جوز او زيت لوز حلو او زيت جوز هند، اي زيت اللي عندكم اياه متوفر ما يأثر. وبعدين كل ما تبقى كل ما احسن، يعني حتى تستخدموها فترات طويلة اكثر. ما تصدقون شقد القهوة تنطي نعومة على الشعر، يعني سبحان الله فائدتها كلش كلش قوية. فلا تريدون استخدموها كمي، يعني مثل خلينا نقول فاسر تخلون على راسكم مثل التونر للراس، او لا تريدون استخدموها مثل الزيوت هم زينة. طبعا هي القهوة غنية عن التعريف للجسم والبشرة وللشعر، كلش يعني فوائدها كبيرة. فبالاستمرارية كل ما الشغلة تستمرون عليها كل ما افضل وتحصلون على نتائج اكثر. واكو حبوب هم خاصة بالتساقط مع الشعر تقدرون هم تشتروها، وإذا متوفرة عندكم تقدرون تجيبون الكبسولات الفارغة وتستخدمون وتقدرون تستخدمون بداخل هذه الكبسولات، مثلا تقدرون تجيبون الكبسولات الفارغة وبعدين تخلون بداخلها الباودر الخاص بالزنجبيل بالثوم، مثلا تخلون شوية كركم وزنجبيل، دول الاثنين مع بعض كلها عبارة عن أعشاب وباودر، تخلوه بداخل الكبسولة وتبلعوها. اللي ما يحب مثلا يأكل الثوم أو اللي ما يحب طعم الزنجبيل، فتفيدكم هي هم للرشاقة وهم للشعر. فأنا هسه ما راح أكثر هواية زيت لأنه قلت لكم ما أريد يصير زيت هواية، هذا أعتقد كلش كافي. وممنونة منكم على كل تعليق حلو، أحبكم كلش 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 هواية، تصبحون على مليون خير، وباي باي.